منذ ما يقارب 4000 عام كانت شعوب المايا اللي سكنت أمريكا الوسطى تجمع نوع من الحبوب وتغليه مع الماء وتشربه كل يوم، ولأن المشروب مر كانوا يضيفون لمحليات من بيئتهم كالفانيلا علشان يكون طعمه مستساغ. ثم جاءت شعوب الأستك، وما اكتفوا باستخدام حبوب الكوكو أو الكاكاو للشرب فقط، بل اعتبروها رمزا لقوتهم وصاروا يستخدمونها كعملة تماما مثل ما تستخدم الشعوب الأخرى الذهب والفضة كعملة. فكان الأرنب مثلا يكلف 10 حبات كاكاو. وفي زيارته الرابعة إلى العالم الجديد وفي يوم 15 أغسطس عام 1502 استولى كريستوفر كولومبوس على قارب يحمل بضاعة، فوجد فيه حبوب ظن أنها لوز أو ألموند، لكن أثناء نقل الأكياس المليئة بهذه الحبوب وقعت حبات على سطح القارب، فتوقف العمال فجأة وهبطوا يجمعونها بحذر. فقال كولومبوس: يبدو أن حبوب اللوز تلك ذات قيمة عالية. فهؤلاء الرجال توقفوا عن كل شيء وأخذوا يجمعونها بحذر وكأنهم يجمعون عيونهم. ثم وصلت تلك الحبوب اللي كانت في حقيقتها حبوب كاكاو إلى أوروبا، وانتقلت من هناك إلى كل العالم. قبل لا أبدأ الحلقة أتفق معاكم على شيء. في العالم العربي كل حد يسمي الشوكولات باسم مختلف: كاكاو، كافي، شوكولاتة. فخلونا نتجاوز هذا كله ونسميها شوكولات طول الحلقة. الكثير منا الشوكولات يحول عالمهم إلى مكان أجمل وأفضل للعيش، صح ولا لا؟ يعني مثلا كم مرة شاهدت فيها فيديو للشوكولات تذوب وما شعرت بالراحة؟ وكم مرة اخترب نظامك الغذائي أو الدايت مالك وقلت بخربها بس اليوم علشان قطعة شوكولات صغيرة؟ وكم مرة شعرت براحة غريبة وبسعادة غامرة بمجرد أنك أنت حطيت قطعة شوكولات على لسانك؟ لكن اليوم ما بنتكلم عن شغفنا بالشوكولات، بل عن تأثيراتها الفيزيولوجية أو الجسمانية علينا، وعن سبب اهتمام العالم بها، وهل إحنا فعلاً عندنا إدمان على الشوكولات؟ سويسرا ليست فقط موطن جبال الألب، بل إحدى أهم الدول المصنعة لأجود أنواع الشوكولات، ولذلك فإنها من أكثر الدول استهلاكاً لهذه المادة الساحرة. تعرفون كم يستهلك الفرد الواحد منهم سنوياً؟ متوسط استهلاك السويسري الواحد في العام للشوكولات يبلغ 9 كيلوغرامات، يعني أكثر من ضعف وزن طفل حديث الولادة. يا حظهم والله، لكن السويسري نشيط ويسوي رياضة، وهذا كله يحترق. ومن سويسرا ظهرت مادة الشوكولات الصلبة. ليش؟ لأن حبوب الكاكاو ظلت لمئات السنين تغلى مع الماء ثم تشرب كمحلول سائل إلى قبل 140 عام فقط بسبب خطأ في التصنيع. في عام 1875 بدأ الناس يخلطون مشروب الكاكاو المر مع الحليب وطلع الهوت شوكولت، لكن في عام 1879 كان السويسري رودولف لنت اللي صارت اسم عائلته اليوم علامة تجارية معروفة في عالم الشوكولات كان يشتغل في مصنعه على تصنيع هوت شوكولات. فشعر بالتعب والإحباط في إحدى الليالي لأن ما كان قادر أن يصنع من الشوكولات مادة جامدة. كان حلمه أن يخلي الشوكولات يؤكل، لكنه فشل رغم محاولاته المتكررة. في تلك الليلة خرج من المصنع وراح البيت. كان ذلك يوم الجمعة ليلاً، لكنه نسي أن يغلق الجهاز اللي يخلط الحليب مع الشوكولات، وظل الجهاز يخلط ويخلط إلى أن انطفأ. ولما رجع رودولف إلى المصنع يوم الاثنين تفاجأ بأن الشوكولات صار جامدا وصالحا للأكل. ما ترونه الآن هو كيفية قطف وحصاد حبوب الكاكاو. وقد تتساءلون هل هذا يحدث حتى الآن وإحنا في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي الهائل؟ نعم، حتى اليوم حصاد الكاكاو يتم باليد مش بالآلات، لأن الأشجار تنمو في ظل ظروف حساسة جدا وتحتاج إلى ممارسات زراعية متأنية، ناهيك عن عدم توافر مزارع أو أراضي واسعة لهذه الزراعة. ولهذا فإن الكاكاو يزرع في المزارع العائلية الصغيرة اللي تكون مصدر فخر للعائلة. يعني بعض أنواع هذه المزارع موجود في غانا، وبحسب تصريحات مؤسسة International Cocoa Initiative أو المبادرة العالمية للكوكو تقول بأن غانا تعتمد اعتماداً كبيراً على الكاكاو للرفاهية والاقتصاد، حيث تمثل تجارة حبوب الكاكاو 40%، تصوروا 40% من الناتج المحلي للبلد.
أما بالنسبة لأجود أنواع الشوكولات فهي الشوكولات الداكنة، وعلى الرغم من أنها مشهورة بالطعم المر لأنها خالية من الحليب وبها القليل من السكر، فهي أكثر فائدة من الشوكولات بالحليب والبيضاء. مع تقدمنا في العمر فإن الأوعية الدموية تصبح أقل مرونة وأقل قدرة على التوسع للسماح للدم بالتدفق في الجسم، مما يؤدي لأمراض ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض القلب. يمكن سمعتوا أن الشوكولات مفيدة لهذه الأمراض، بس تعرفون شو فائدتها؟ تحتوي الدارك شوكولات على مادة اسمها فليفانول. هذه المادة تحفز بطانة الشرايين لإنتاج إنزيم مهم يسمى أكسيد النيتريك، اللي يرسل إشارات للشرايين لكي ترتخي فتقل مقاومة تدفق الدم وتزداد المرونة في داخل الشرايين، وبالتالي تقل إصابة الإنسان بالأمراض اللي ذكرتها قبل قليل. لكن هذا ينطبق فقط على الدارك شوكولات، لأن الميلك شوكولات والوايت شوكولات فيهم نسبة عالية جدا من السكر والحليب والدهون. الغريب هو أن الدارك شوكولات تحسن من مقدرة الإنسان على التحكم في جسمه أثناء المشي. حد من الناس عندهم مرض الشريان المحيطي، وهو أحد أشكال تصلب الشرايين. هذا المرض يخلي عند الإنسان آلام في الساق والحوض، وبالتالي يكون توازن أثناء المشي صعب نوعا ما. لكن بعد ساعتين من تناول دارك شوكولات تزداد قدرته على المشي بنسبة 15% وتزداد سرعته بنسبة 11%. تعرفون ليش؟ لوجود الأجسام المضادة للأكسدة في داخل دارك شوكولات اللي تساعد على تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسد. إلى جانب ذلك، لما تتحسن قدرة الجسم على نقل الدم إلى الدماغ، نرى تحسناً ملحوظاً في وظائف الإدراك عند كبار السن والأشخاص اللي عندهم إعاقات ذهنية. هل تعلمون أن البعض يطلق على بذور الكاكاو سوبر فروت؟ السبب هو أن المواد المضادة للأكسدة في داخل الدارك شوكولات توازي قيمة المواد المضادة للأكسدة الموجودة في البلوبيري أو العنب البري. بالمناسبة، لم تثبت الدراسات العلمية حتى الآن أن الشوكولات يسبب حب الشباب، لكن هذا ما يعني أن نفرط في تناوله، لأن كثيرا من أنواع الشوكولات اليوم مليئة بالسكر والدهون الضارة بالجسم. هل هناك شيء اسمه إدمان الشوكولات؟ الباحثون اكتشفوا أن هناك علاقة ما بين الاضطرابات العاطفية والرغبة الشديدة في الأكلات الغنية بالدهون والسكر مثل الشوكولات، وهذا ببساطة أن هذه المأكولات تساعد الدماغ على إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة مثل ما أنتم شايفين، فيبدأ يربط الشخص أكل الشوكولات بتحسن في الحالة النفسية. إذن الإدمان هنا على السكريات وليس على الشوكولات بالتحديد. هل لاحظتوا أنكم لما تحطون قطعة شوكولات في فمكم تبدأ بالذوبان مباشرة؟ ما تسألتوا عن السبب؟ الحقيقة الشوكولات تذوب عند حرارة 34 درجة مئوية، وهي درجة قريبة جدا من درجة حرارة الفم، ولهذا فإنك تستمتع لما تلامس الشوكولات جميع براعم التذوق في فمك بمجرد أن تأكلها، وهذا أحد أسباب عشق الناس للشوكولات. هناك باحث في جامعة برينستون اسمه بارت هوبل قام بتجربة على فئران المختبر، منع عنهم الطعام لعدة أيام وبعدين أعطاهم أكل مضاف إليه سكر وماء، ثم بدأ في تقليل السكر في الطعام بشكل تدريجي. فشو اللي صار؟ بدأت الفئران تصاب بالتوتر، وبدأت تظهر عليها أعراض غريبة كالرجفة وتخبط الأسنان، وهذه نفس الأعراض اللي تظهر على مدمني المورفين لما ينقطع عنهم. استنتج الباحث أن بعض الناس والحيوانات ممكن أن تعتمد بشكل مفرط على الطعام الحلو كالشوكولات مثلا، وهذا قد يصيب الإنسان بالشره المرضي بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتوقف عن الأكل وما يقدر يتحكم بالكميات اللي يأكلها. هل الشوكولات منشط جنسي؟ سؤال قد البعض يتحرج منه، ولكن برنامجنا علمي ولا حرج في العلم. الشوكولات فيها نوع من الأحماض الأمينية اسمها الأرجينين اللي تسهل تدفق الدم في الجسم والأعضاء التناسلية. أيضا الشوكولات تحسن من مزاج الإنسان لأنها تحفز إفراز مادة الدوبامين في الجسم المسمى بهرمون المتعة، وتفرز الشوكولات أيضا مركب كيميائي اسمه ثيوبورمين
اللي يحفز الجهاز العصبي المركزي في الدماغ والحبل الشوكي. لهذه الأسباب وغيرها يعتقد البعض بأن الشوكولات تعتبر مادة محفزة جنسيا، لكن كلما زادت الدهون والسكريات في الشوكولات زادت أضرارها. الغريب هو أن الشوكولات تحتوي على مواد غير مشبعة مسؤولة عن تنشيط مستقبلات في الجسم اسمها كانابينويد، وهي نفس المواد اللي تؤدي لبعض الآثار اللي تصير للإنسان لما يستهلك الماريجوانا، لكن بالطبع التأثير ما يكون يعني بنفس المستوى ولكن على مستوى أصغر. في بحث قام به الدكتور دانييل بايوميل يقول فيه أن الشوكولات تحوي أيضا على شيء اسمه أوياميد، وهو مركب كيميائي يساعد على النوم. ولكن علشان نكون دقيقين في المعلومة العلمية لازم نقول بأن بعض العلماء قالوا لكي يؤثر الشوكولات بنفس تأثير الماريجوانا لازم الإنسان يأكل 10 كيلوغرامات منه، وهو عمل خطير جدا على الصحة. في النهاية أحب أقول بأن الفوائد اللي ذكرناها في الحلقة للشوكولات ما تنطبق على الأنواع اللي نأخذها من المحلات اللي هي كلها دهون وسكريات، ولكن على الدارك شوكولات. ولكن هذا ما يعني أن الواحد يحرم نفسه من متع الحياة، لكن يأكل باعتدال. يقول توم هانكس في فيلمه الجميل فورست جامب، يقول بأن أمه كانت تقول له بأن الحياة تشبه علبة شوكولات، فلا ندري ماذا موجود فيها. أعتقد بأنها كانت محقة، فالشوكولات تجعل الحياة مكانا أجمل للعيش. هي لحظة الكشف البعيد، بها تنكشف الطريق.